الحدث الأبرز الذي هيمن على المنطقة ضمن الفترة الأخيرة أحداث دير الزور. طبعا بشكل رئيسي نعود أولا لتفصيل الحدث لنصل إلى الحدث ومآلاته. أولا الحدث عملية عزل القائد العسكري ضمن قوات سوريا الديمقراطية، وندقق هنا قائد عسكري ضمن قوات سوريا الديمقراطية أحمد الخبيل، تم رفع عدة دعاوى ضده، دعاوى جنائية، هناك منها دعاوى مناطقية، خلخلة في النسيج العشائري، تهجم على الشخصيات. فقامت قوات سوريا الديمقراطية بواجبها كهو ابن هذه المؤسسة ليتم إقرار العدل والعدالة باتجاهه وإن كان ضمن هذه القوات. هذا الحدث طبعا هو كان أمير حرب ولا ننكر هذا الشيء، لديه جماعات كانوا منتفعين من ضمن المنطقة، إن كانوا من أبناء كقبيلة ومنطقتنا كلها قبائلية أو كأطراف أخرى استغلت هذا الظرف الذي حصل به شرخ من الإيرانيين، النظام، جماعة نواف الراغب وما إلى هنالك، والطرف الآخر أيضا من ضمن تركيا استغلت هذا الظرف. طبعا هذا حول أص القضية. تداعيات القضية طبعا بشكل رئيسي استثار جماعة أحمد الخبيل طبعا خلال الفترة الأخيرة، وكنا سمعنا إمارة أحمد الخبيل وإمارة الزبيد وما إلى هنالك، هذا كان عملية لوضع شرخ مجتمعي ضمن النسيج العشائري ضمن سوريا أو ضمن الدول الأخرى بسبب الارتباط العشائري للعشائر ضمن امتداد دول المنطقة، فكان له أثر في نفوس المجتمعات العشائرية ضمن المنطقة بعملية التأمير لنفسه من خلال جماعته، وهذه صنعت شرخ على إثره وعملية استدعائه للتحقيق معه في هذه القضايا التي تم رفعها، وتم تحديدا عملية القبض عليه من جهة مدنية أولا لأن هناك قضايا مدنية من نيابة شمال وشرق سوريا التي هي الجهة المخولة بتطبيق القانون. فعلى إثر استثارت جماعته وحصلت هناك قلقلات ضمن المنطقة استخدمتها الأطراف الأخرى للتحشيد أن هناك قضية باتجاه المكون العشائري في المنطقة، وتم تأجيجها بزاوية أخرى لوضع خلل ما بين النسيج المجتمعي في المنطقة، أن القضية هي قضية العشائر والكرد الجهة الحاكمة. طبعا هذا الكلام عار عن الصحة، نحن منذ اللحظات الأولى لهذه المسألة تواجدنا، تجمعنا كنقول ونسمي نفسنا العقلاء، من يبحث عن حل لهذه الأزمة، تم التداول وتم النقاش مع الجهات المعنية. هناك خلل رئيسي توقفنا منذ اللحظات الأولى عليه. هنا الإدارة أو المؤسسة العسكرية، الخلل الذي أوصلنا إلى هذه النقطة ألا وهو عملية الاختيار. دائما عندما نناقش الرفاق الموجودين إن كان ضمن قوات سوريا الديمقراطية أو إن كان ضمن الإدارة الذاتية، عملية الاختيار، فهنا عملية الاختيار كشخص أحمد خبيل الذي هو كان النواة الرئيسية لهذه القلقلة التي حصلت، ونعكسها على الشخصيات الأخرى المتواجدة حاليا، يجب أن يكون هناك نستفاد من الدروس باتجاه في المراحل القادمة، يجب أن يكون هناك دراسة للشخصيات وخلفياتهم بشكل أساسي. الآن تقريبا نعتبر بإذن الله أن بعض المساعي وبعض الجهود وصلنا إلى نواة حل، تم التهدئة مبدئيا، وهناك توجه آخر، والآن نجتمع كما ذكرنا بعض الشيوخ، بعض الوجهاء، بعض الفاعلين لعملية حل هذا المسألة.
نتوجه إن شاء الله إلى أهلنا في دير الزور، فهم أهلنا، وما يحصل أضرنا قبل أن يضرهم، أضرنا كنسيج مجتمعي لأنهم أهلنا وناسنا، أضر اقتصاديا ضمن المنطقة، وانعكست هذه الأحداث على المنطقة بشكل كامل، أن هناك أصبحت فلنقل خلخلة ضمن الأولويات الاقتصادية والأولويات الإدارية بسبب محاربة الجهات المارقة التي خرجت ضمن مناطق دير الزور. وليس الكل، هناك من غرر به بأن القضية هي قضية كرد وعشائر أو كرد وعرب، وهذه المسألة نحن نتعايشها منذ مئات السنين. لا يوجد هناك ضمن المجتمع السوري فرق ما بين مكون أو مكون آخر، لكن الخاسر ألا وهم الجهات الفاعلة والمؤججة للصراع يحتاجون أن يكون هناك نواة، وجدوا هذه النواة لصنع شرخ مجتمعي ولم تنجح، لأن المجتمع متجانس بشكل أساسي.